صح. صباح الخير يا شباب، صباحكم الله الله بالخير. طبعا انا بالكاد اتنفس والله يا جماعة. ايش اقول لكم، حرارة مليون، يعني كان الشيء اللي يطب على جسمي ينصهر ينصهر، وكان تخريف تخريف. شفتوا هذا امس يطير يدش عندي الغرفة، يرد يروح هناك يدش عندي الغرفة، تخريف في تخريف، أحلام ما أدري شلون، ومريض وبردان لابس ومشغل التدفئة. بس هذا غريب، هذا كان كذي يطير يدشني، بعدين مثل في صخرة يقولوا لي دزها قطع السيارة، ما أدري شلون خرابيط، يعني أدزها تتقطع السيارة، بعدين يطلع كذي المبنى يروح يروح مكانه هناك. والله يعني كان يتحرك، بس أنا كنت منتهي مولي مريض تخريف تخريف. شلون الحين؟ شنو نوع المرض؟ شو السالفة؟ خفت الحرارة بعد الفجر بشوي، لبست كثير، ما ادري شنو صار. اشو اني خذيت قرار امس قعدت ادور مخزن، حصلت الحمد لله، حصلت خلصت. وانا قاعد ارجع البيت بلش علي مرض مو طبيعي، الحين صداع فيني وبلاوي. أمس بالليل حرارة فول وتخريف، أتقلب يمين يسار، أحلام متنوعة. رجعت بعدين قعدت أبطل النت، أبي أحجز حق الكويت، ما لقيت حق الكويت مباشر، أثينا كويت ما لقيت، في أثينا الدوحة، أثينا دبي اسطنبول، بس انا ما ابي شيء يطول، يعني ابي سفره مع الترانزيت سريع. لقيت الملكيه الاردنيه، يعني تطير عمان كويت، فبدل لا تروح يمين ويسار وترجع الكويت، هذا على الطريق، فكلها سفره مع الترانزيت مع كل شيء 5 ساعات. زين، المفروض نغطي في اثينا ونتجول في اثينا، بس والله امس يوم ضاع في البحث عن تخزين للسياره، وقعدت أأمن طيارتي إني أرجع. بعدها مرضت، أنا كان على أساس إني ألف وأتجول وأروح، إني مرضت. يعني الحين المفروض العين أنا في هذا المبنى أكروبولوس، بس هو جاء عندي الغرفة، يعني ما له داعي نروح له. وشفت أنا يا دشني الغرفة يبوني أدس طابوقة بعد. المفروض اكون هناك، بس والله السموحه يا شباب مرضت، بس الحين اليوم احسن بالليل، اذا كنت زين راح اطلع. والله كريم، يعني انا مستوي صراحه كلش. انا شلت نفسي شيل من الفراش، والله شلت نفسي شيل، وجيت هني الاكروبولس. ختاميه الرحله في هذا المكان الاغريقي العريق، ولاحظوا القمرة، قلت لكم هذا البلد فيها شيء غريب، القمر وياي طول الوقت، يعني الآن نحن في شمس وقمر، سبحان الله، نحن في شمس وقمر أيها الشباب. أنت مشى لهناك قبل يصير لي، والله غصب شلت نفسي، قلت يا أبو فارس تباكر طاير، خذ لك ماشي يمكن تطيب. أكروبولس البلدة العالية، هم الإغريقيين أي مكان مرتفع يبنون عليه دير ومعبد، عندهم قناعة أن الأهلها تكون فوق والدفاع يكون من أعلى قمة، إذا صار عليهم خطر
تكون أعلى قمة هي الآمنة. شلون نصعد له هذا؟ ما أدري بمشي والله شباب، مع الأسف الساعة 5 يسكر، الساعة 5 يسكر والحين 5:10. هذه بوابة الدخول سكروا الحين، وبس اللي داخل يطلع، ما لنا نصيب ندخل. يعني أنا بالغصب شلت نفسي وجيت أصلا، وأصلا حتى ما فيني شد أصعد السلم. بس كافي كافي. المهم احنا هني ننهي رحلتنا عند الإغريق، هذه عاصمة اسكندر الجديدة، وانتهت هنا رحلة الاسكندر يا شباب. ان شاء الله راح نتمركز في هذه المدينة، وما دام راح نتمركز يعني لنا ييات اخرى، وممكن نيجي مرة ثانية وندخل ونتجول اكثر، ما زال اليونان فيها الكثير احنا ما غطينا. كان في لقطة بانورامية على أثينا، لاحظوا أثينا كلها تبينها ارتفع، بس عليها أعمال ترميم. والله يعينكم على عوامل التعرية والمبنى هذا، إذا راح نص ثلاث أرباع نكهتكم تروح يا أثينا. هذا الطرف المطل على المدينة. هذا شنو الحين؟ ماشي والكلب تسدح كذي، شوفوا. عجبتها القعدة. أول شيء لازم يحكمون عليه، يسكرون مساماته كلهم، يعني بعض المواقع اللي تنبت وتفتش المبنى لازم يعالجونه. يعني شوف هني الزرع هذا، هذا شايفه، هذا لازم ما ينبت، هذا يفتش الأحجار ويفتش المبنى، لازم يعالجونه ويسكرون المسامات. يبي له شغل، خاصة المواد اللي مصنوع منها. أول شيء هذا قديم، وثاني شيء حجر مميز مو متعودين عليه الناس الحين، مثلا طابوق بالبخار والسوالف، الوضع اختلف. رايح مكان اسمه بلاكة، سوق شعبي او مكان شعبي قديم في اليونان مشهور، اتمشى فيه واشرب شاي هناك وانا اللي راد. هني البلاكة القرية القديمة، هني القرية اليونانية القديمة، هذه الأزقة من هنا وهنا.
إلى هنا أخواني وأخواتي المتابعين في كل مكان، هنا تنتهي رحلة الإسكندر في أثينا، ونتمنى أن تكون الرحلة قد حازت على أعجابكم. تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، راح نرجع الفندق وراح نقعد نعاني الحين لغاية باكر نخزن المركبة ونركب الطيارة ونتوكل على الله على الكويت بإذن الله تعالى. الحمد لله والشكر لله، وصلنا الحمد لله إلى أرض الوطن ومقر الرحلات والمغامرات. رجعنا الحمد لله بالسلامة، وصلت في حالة يرثى لها تعبان من الآخر منتهي. شلون وصلت ما أدري، ولكن الحمد لله أني وصلت. خلصت رحلتنا، رحلة الإسكندر، الحمد لله رحلة جميلة مميزة وختامها مسك. وإن شاء الله نراكم في رحلات أخرى قادمة، ونسولف مع بعض لما أخف نرد ندردش مرة ثانية عن الرحلة ونتناقش فيها. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونراكم إن شاء الله في القادم من الأيام. تشاو تشاو.